لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أيها الشباب، في الأمس القريب كنا نسمع بشباب يموتون في ساحات الوغى، يموتون في أرض الجهاد، يموتون تضحية لأجل دينهم، يموتون دفاعا وذبا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سمعنا صورا وقصصا عن الصحابة رضوان الله عليهم وهم في عز شبابهم وقد بذلوا مهجهم لأجل دين الله تبارك وتعالى ولأجل التضحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلوا الغالي والنفيس وقدموا أنفسهم فداء لله تبارك وتعالى ولشرع الله تبارك وتعالى. فكم من أسماء حفظناها عن هؤلاء العظام الذين قدموا الغالي والنفيس. كم سمعنا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكيف جاهدوا ونافحوا عن هذه الشريعة الغراء. أيها الأحباب الكرام، كم سمعنا عن طلحة وعن حمزة أسد الله وعن خالد سيف الله المسلول وقد استشهدوا وهم في عز شبابهم. أيها الأحباب الكرام، كم سمعنا عن طلحة ابن عبيد الله وعن مصعب ابن عمير وهم شباب وقد ضحوا بالغالي والنفيس لأجل هذا الدين. أيها الأحباب الكرام، ولكن تمر الأيام كذلك لنصطدم مع واقع مر أليم، فنجد شبابا يموتون لأجل شهوة، يموتون لأجل شمة، يموتون لأجل حقنا عياذ بالله تبارك وتعالى، يتهافتون ويتقاتلون لأجل الملذات والشهوات، لأجل المسكرات والمخدرات. آه يا أمة محمد، آه يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى متى ونحن نشتكي من الذل؟ إلى متى ونحن نعاني من الهواء؟ إلى متى ونحن نتجرع غصص الألم والمرارة لما يصير لهذه الأمة الميمونة المباركة؟ إلى متى يا شباب الأمة؟ أما آن أن نعود إلى الله؟ أما آن أن نؤوب إلى الله؟ أما آن أن نرجع إلى الله؟ نتشام قارس مرمي غياف عرب سبحانه وتعالى الذل خل أمة، نتشام قارس مرمي غينصار رب سبحانه وتعالى الأمة، نتشام قارس مجتمسا يمسر من الطاس ذي العدد، ولكن وانطاس عن شاخ الأعداء أن ربي سبحانه وتعالى تسلم السبب. نخلى أيها الأحباب الكرام، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. زينك أيها الأحباب الكرام، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وما كان الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. سبب نشن أيها الشباب، فإلى متى أنزل أمة متمكنة؟ إلى متى أنزل أمة مستخلفة على هذه الأرض؟ أيها الأحباب الكرام، كفانا عصيانا، كفانا ذنوبا، كفانا تجرؤا على الله تبارك وتعالى، كفانا شؤما أيها الأحباب الكرام، كفانا فجورا، كفانا مجونا، كفانا فسقا، كفانا عصيانا. أيها الشباب، فلنعد إلى الله ونصلح أمورنا مع الله تبارك وتعالى، ولنتجنب هذه المهلكات والمخدرات بصفة خاصة. أيها الأحباب الكرام، المسؤولية تقع على الجميع، المسؤولية تقع على كل فرد منا. أيها الأحباب الكرام، أيها الأب، أنت مسؤول عن أولادك، أيتها الأم أنت مسؤولة عن أبنائك، فأين دورك في البيت؟ أين دورك في البيت أيها الأب؟
أيها الأب الحنون، يا من يعتقد أن تربية الأولاد تتجلى في الأكل والشراب والكسوة والتدريس والتعليم إلى غير ذلك، لا، المسؤولية أعظم من هذا أيها الأحباب الكرام. مسؤولية سوف تسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أرتين في طوانهم أيها الأحباب الكرام، أرتو دربار الأبناء أيها الأحباب الكرام. قنق جوبرد ونحن عنهم غافلون، قنق جوبرد أيها الأحباب الكرام. سلوى النار ورخبا حتى نسمع بالجرائم قد وقعت، حتى نسمع بالمصائب وقد نزلت، عياذا بالله تبارك وتعالى. المسؤولية تقع على الجميع، كلكم راع كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل راع مسؤول عن رعيته. الحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، عياذا بالله تبارك وتعالى. فنحن مسؤولون أيها الأحباب الكرام، أيها المعلم في مدرسته، أيها الأستاذ في ثانويته، أنت مسؤول عن التلاميذ. فليس الأمر يقتصر عن وظيفة، إنما الأمر يقتصر عن مهمة وعن سلوك وعن أخلاق تجاه هؤلاء التلاميذ، تجاه هذه الرعية التي استرعاك الله إياها. فاتق الله فيها أيها الإعلامي، أنت مسؤول عن هذه الرعية التي يبث فيها والعياذ بالله السمو، فإعلامنا لا يبث إلا الشر عياذا بالله تبارك وتعالى، إلا الغناء والفجور والفسق والاختلاط والمسلسلات التي تعرض الفاحشة بصورها المخزية المهينة. أيها الأحباب الكرام، فالمسؤولية تقع على الجميع. حذاري حذاري أيها الشاب من الانسياق وراء هذه الشهوات، حذاري أخي الحبيب، حذاري أيها الشاب، حذاري يا فلذة الكبد، حذاري يا عمر الفؤاد، حذاري حذاري أن تسقط في هذه المهلكة فتكون شؤما على نفسك، وتكون شؤما على أمتك، وتكون شؤما على دينك والعياذ بالله تبارك وتعالى. الإسلام ينتظر عودتكم يا شباب الإسلام، عودوا فالدين بكم يسود بإذن الله تبارك وتعالى. عودوا إلى هذا الدين، ارجعوا إلى هذا الدين. أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثراء ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو لم يلبس المرء لباسا من التقى لجرد عريانا ولو كان كاسيا. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، والروح منك وديعة قد أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. أيها الشباب، كم سمعنا عن موت الفجأة، جارنا مات وصديقنا مات وقريبنا مات، ونحن كذلك سوف نكون في يوم من الأيام خبرا من الأخبار. فيا ليت شعري بماذا سوف تلقى ربك
عياذا بالله تبارك وتعالى. يا ليت شعري من زغفرقي ربي سبحانه وتعالى. هل أعددت الزاد لهذا اليوم العظيم؟ هل أعددت الزاد لهذا اليوم العظيم أيها الأحباب الكرام؟ يا عين فلتبكي، يا عين فلتبكي ولتذرف الدمع، ذنبا أحاط القلب أصغاله سمعا. أين الدموع على الخدين قد سالت؟ أين الدموع على الخدين قد سالت؟ والنفس للعصيان يا رب قد مالت. هل يا ترى أصحو من سكرة الشهوى، أم يا ترى أبقى في هوة الشقوى؟ كيف القدوم على الجبار بالزلل، أم كيف ألقاه من دون عمل؟ أم كيف ألقاه من دون ما عمل؟ قلبي لما يلقاه قد أن بالشكوى، دمعي جفا عيني من قلة التقوى. لكن من أرجوه لا يغلق الباب، فالعفو يا رباه فالقلب قد تاب. العفو يا رباه فالقلب قد تاب. العفو يا رباه فالقلب قد تاب. التوبة التوبة، البدار البدار، الرجوع الرجوع إلى الله وإلى رحمة الله. تب إلى الله، أصلح شأنك مع الله قبل أن يأتي يوم فتسأل فيه الرجعة فلا تجد لحظة. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، تب محد قنخ للدنيا أيها الأحباب الكرام. قبرد غاية سجنها انتاف مينوت أذي سندور إلى الدنيا انصرح اخفنخ ربي سبحانه وتعالى وتنتفشى أيها الأحباب الكرام. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب أرغ الدنيا أذق الصالحات، يا رب أرغ الدنيا أذتبخ إلى الله، يا رب أرغ الدنيا أحفظ الصلوات، يا رب أرغ الدنيا أطهل لخ للوالدين، يا رب أرغ الدنيا البعث الحرام، يا رب أرغ الدنيا البعث الربا، يا رب أرغ الدنيا البعث الزنا بالخنا. التطمير وتزي ربي سبحانه وتعالى اسمني عن الجواب. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاحمد الله أنك ما زلت على قيد الحياة، يحمد الله أنه ما زال أجل فرصة تبذ إلى الله، الدرد إلى الله تبارك وتعالى. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قدمت لكم هذه المادة من موقع إسلام نور. من موقع إسلام نور.